انجي وكروان اتجوزوا ولا لا؟ انت عايز تعمل لي مشاكل. انت عايز اتجوز. انت جاي على مشاكل. هم اتجوزوا فعلا بس في مشاكل بقى دلوقتي بينهم، يعني هم يعني هينفصلوا. انت بتتكلم على انجي اللي هي المذيعه اللي هي دلوقتي من شهر او شهر ونص. انا لما استضفته مع واحده تانية اسمها مي مشكله، دي غير دي. بس مي انا طلعت من الموضوع ان هم ما كانوش متجوزين اصلا، وهي نفسها قالت، طلعت على الهوا وقالت هو مش جوزي وانا مش مراته واحنا بنهزر مع بعض وبنعمل مع بعض فيديوهات وبتاع عشان ياكلوا عيش. انما لو هتتكلم عن دلوقتي عن الزيجة بتاعته اللي هي من المذيعة دلوقتي، هم متجوزين بس في مشاكل بينهم. لا انا صادفته في حلقة، يمكن انا من اول الناس اللي استضافوه، متهيألي لحد دلوقتي هو محدش استضافه تاني. وكنت زي بيقولوا بالبلدي كده وش السعد ووش الخير عليه ان هو اتعرف، وبقى دلوقتي ليه فانز كتير وليه جمهور وكل الفنانين بتعمل رياكت على صوته. بص مش صاحبه فضل، يعني انا لما تابعته في بداياته كان على التيك توك، ما كانش لسه حد تابعه، كان هو واحده كبيره وكانوا بيقولوا ان هم متجوزين. لا مش متجوزين. فانا جبتهم الحلقه وعرفت بقى ووصلت للناس ان هم ما كانوش متجوزين، ومن بعدها هو بقى خد الطريق وبقى عنده متابعين كتير. بص هقول لك على حاجه، هو مشكله، هو كروان طيب بس مشكلته ان هو ايه، عارف انت بالبلد كده بيتسوح، يعني مثلا ايه لو حد جه قال له ايه احمد مثلا بيتكلم عليك او بيغلط فيك او كده، فيطلع اي بقى لب 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 وكلام كده، بعد 3 دقايق اتصل بيقول لك انت فين وحشتني. بس مع الموقف الاخير صراحه يعني انا يعني صعب عليا، ما رضيتش يعني اخد موقف معاه. انا فعلا كنت عامله محضرين مش محضر واحد، فاهم؟ لان هو طلع على لايف وقعد يقول كلام كده عبيط، يعني مش حاجه قويه، بس برضو كان لازم يبقى في موقف معاه. بس لما جه في الموقف بقى ان هو يعني يا لا صراحه هو صعب عليا، فقلت خلاص بقى يعني وكده. هو حد طيب وجميل واحنا دلوقتي تمام، ما فيش اي مشكله خالص. بص هو مش صلح ولا خناق، يعني اللي هو بيطمن علينا اطمن عليه. هو شاب لطيف وجميل، وبعدين عايز اقول لك الفنانين كلها متابعينه مش انا بس، كتير غانم متابعاه بتعمل رياكت عليه، ايتن عامر بتعمل رياكته وبتعمل على صوته. طب الفنانه مها احمد مالها؟ الفنانه مها احمد فنانه محترمه وانا بعزها وشخصيه جدعه وبنت بلد، وعايزه اقول لك هي عملت برده كذا موقف بس انا مش هينفع اقول، بس هي حد جدع جدا. انا اتواصلت معاها واتكلمنا وهي انا ما غلطتش اصلا فيها، يعني انا ما فيش بيني وبينها هي مشكله كشخص، انا ما اتكلمتش عليها ولا جبت سيرتها. هو كان حابب ان هو يصلح الموضوع بينه وبينها، بس الموضوع جه معاه غلط مش صح. هي رافضه الصلح معاه خالص، هي رافضه عايزه تاخد حقها قانون. طب ليه هو شايف ان هو عمل حاجه تستدعي لجول القضاء؟ هو تقريبا طلع لايفات كتير وقعد هددها ومش هدخلك المدينه تاني، هو كروان، ما هي واخده كل ده وحطاه في المحضر اللي هي عاملاه. عشان حبيت الموضوع وخدت على الهوا، وانا بطلع هوا انا ما بطلعش مسجل خالص، فالفكره انت تطلع هوا وكل اسبوع تبقى تفكر هتعمل ايه وهتجيب مين وتطلع منه ازاي عشان تطلع ترند والناس تتكلم عنك، الموضوع لذيذ. الافريقي اللي هو على الله ان شاء الله. الحلقه دي برده كانت ترند جامد جدا، وكل الرياكت عملوا على الحلقه رياكت اسلام فوزي، انا بحبه جدا يعني من اكتر الناس اللي بيضحكني، يعني انا ما بزعلش منه. انا بعد الحلقه لما بيعمل رياكت انا بعرف ان انا نجحت والحلقه نجحت، وبعت له بقول له على فكره انا بضحك يعني على الرياكت بتاعك اكتر من الحلقه بتاعتي.